الانتصار الصغير اخيرا. انت كنت فين؟ احداث كتير كنت مستنياك تظهر لي قبلها عشان تحذرني او بعدها عشان اتكلم معاك. اصل الصين وبقى يقول لي المعلومات بالعافيه. مين؟ لا لا مش مهم، المهم انت كنت بتقري ايه؟ دي رساله من احد الملوك بيطلب فيها استمرار العلاقات الطيبه والسلام بين كيمت وبين دولته، طبعا بعد تولي امنحوتب بالحكم. عدد كبير من حلفائنا بعد موت امنحوتب الثالث مش عارفين ابنه ناوي على ايه. الابن هيكمل مسيره والده والسلام هيستمر. بس ايه؟ ظهورك مش مجرد زياره وخلاص، ايه اللي تعرفه؟ ابنك امنحوتب الرابع هيدخل في صراع مش سهل، هي مش حرب لكنها معركه على اي حال، ولازم تقفي جنبه وتساعديه وتنصحيه مهما حصل. خليكي جنبه. ها ايه اللي هيحصل؟ في الوقت المناسب هو هيبلغك بنفسه. ماشي، بس انا عندي طلب، تحضر حفل زفاف الملك، ده شيء هيسعدني جدا. كل شيء جاهز أيها الكاهن، حفل زفاف الملك مناسبة لكل شعب كيمت، خصوصاً إنه خلاص هيجيب ملكة مكاني. مستحيل يكون في ملكة مكانك يا أمي، وجودك جنبي له أهمية كبيرة، وبعدين أنت اللي اخترت الفتاة اللي هتجوزها، يعني كله بموافقتك. نفرتيتي فتاة جميلة وذكية وتليق تكون زوجة الملك. أنا جهزت كل شيء، لكن اتفاجأت بأمر ملكي بيلغي كل حاجة. أمر ملكي؟ أيوة يا أمي، أمر ملك مني. أنت غيرت رأيك؟ لا ما غيرتش رأيي، حفل الزواج هيتم لكن بدون تجهيزات كهنة أمون. ده مستحيل، محدش يقدر يفرض أي شيء على الملك. بعد إذنك يا سيدتي. هو إيه اللي بيحصل يا أمون حطب؟ بعد حفل الزواج هفهمك كل شيء. في نفس القاعة دي من سنين كنت مكانك، وكان والده واقف مكانه يوم زفافنا. انت من النهاردة يا نفرتيتي ملكة كيمت. هتفضلي السيدة العظيمة دايما يا أمي، بس أنا عاوز أعرف مين ده؟ ده المستشار الخاص بي، تولى المنصب من أيام، ومع ترتيبات الزواج نسيت أقدمه ليك. لكن واضح إن عمره صغير، لكنه ذكي جدا، هتشوف بنفسك بعدين. أهنيك على زواجك يا سيدي. شكراً أيها المستشار، أكيد هنتكلم أكتر بس مش دلوقتي. مين ده اللي واقف معاهم؟ مش عارف، ده أول مرة يظهر. لازم نعرف مين ده. اللي بيحصل اليومين دول أكيد وراء عقل وتفكير مختلف عن الملك والملكة. تقصد إن هو اللي؟ مش عارف، بس لازم نعرف إيه الحكاية بالظبط. غلط يا يحيى، غلط. ما كانش لازم تظهر قدام كل الناس وتروح الحفلة. إيه اللي حصل يعني يا سينو؟ لبست ملابس شبههم ورحت، والملكة قدمتني على إني مستشار ليها. ها فين المشكلة؟ المشكلة في اللي بيحصل جوه القصر دلوقتي، وأكيد ظهور أي شخص جديد خصوصا لما يبقى مستشار للملكة مش هيعدي على رجال آمون بسهولة كده. بطل أفورة بقى يا سينو. أبطل حفورة؟ أنا مش بحفر يا يحيى، أنت دلوقتي اللي بتحفر حفرة هنقف فيها كلنا. أفوارة مش حفورة يا سين، ركز، ده عندنا زي بطل مبالغة كده، فهمت؟ وأنت إيه رأيك يا أستاذ عصام؟ أنا غلطت؟ شوف يا يحيى، سينو يمكن معاه حق في اللي بيقوله، لكن بصراحة ما كانش ينفع تفوت حفل زفاف زي ده. ده الملك أمنحتب الرابع والملكة نفرتيتي، أشهر ملكات مصر القديمة. فعلاً، أنا دايماً بسمع اسمها. الملكة نفرتيتي لها دور كبير في اللي جوزها بيقوم بيه بعد كده، واسمها معناه الجميلة وصلت، وفي زماننا لها تمثال مشهور جداً بيجسد وجهها. معنى كده إن الملكة تي مش هتبقى موجودة؟ بالعكس، هتكون موجودة وهتدعم الملك. هلاقيها منين ولا منين؟ من اللي ظهر قدام الناس كلها وهيتسبب في كارثة، ولا من اللي بيقاطعني ويرد مكاني؟
أنا زهقت، زهقت وهسيبكم وأمشي. خلاص بقى يا سينو، ما تبقاش عامل زي ماما كده، كل ما نعمل حاجة تقول لنا هسيب لكم البيت وأمشي.